النهارده هنتكلم على اول فيديو في الكارديو فاسكولار سيستم، وهي مقدمه مهمه جدا، كاردياك ماسل. هنتكلم على عضله القلب النهارده في 7 عناوين رئيسيه. اول عنوان عندنا هو فانكشنال ديفيجنز، وده مهم قوي نكون عارفينه. طبعا كلمة ديفيجنز معناها انقسامات، وفانكشنال وظيفية بمعنى الهارت بتاعنا ده الشكل الأساسي اللي أنا برسمه دلوقتي. مش كل الكاردياك أو كل القلب كونتراكت، لا، جزء من الهارت كونتراكتايل وجزء لا. يعني كلنا عارفين ان الجزء ده هنا اسمه رايت اتريوم. طبعا اتريوم بالعربي هو الاذين، ده رايت اتريوم، وهنا عندي رايت فنتريكل. فنتريكل معناها البطين الايمن، هنا هو ليفت اتريوم، والجزء ده هو ليفت فنتريكل بالنسبه لنا. طيب الهارت متقسم الى 4 حجرات، 2 يمين و2 شمال. كلنا عارفين ان الاتريوم كوول، هو والفنتريكل كوول الجدار بيشتغل كبامب كمضخه. يبقى انا لما اجي اقول لك المضخه موجوده فين، تقول لي المضخه الرئيسيه هي الفنتريكل. ده المضخه الرئيسيه، بيضخ الدم للاورطه لو بتكلم على ليفت فنتريكل. لو بتكلم على رايت فنتريكل بيضخ الدم لارتري اللي انا بعمله كقوس، ده هو ده البالمونري ارتري او الشريان الرئوي. اما اللي خارج من الليفت فنتريكل هو اهم ارتري عندي، وهو الاورطة، ده الاورطة. طيب السؤال المهم دلوقتي، الفنتريكل زائد الاتريا كول دول كونتراكتايل بينقبضوا. طيب دول بيمثلوا نسبة مهمة جدا من الكاردياك ماسل، لكن السؤال الأهم هو علشان يعملوا كونتراكشن مين اللي بيبعت لهم كهرباء؟ الأوامر جاية منين؟ يبقى إذا لما أجي أقسم الكاردياك ماسل كفانكشنال ديفيجن، أول نقطة كونتراكتايل ديفيجن اللي مسؤول عن الكونتراكشن والبامبنج، الفنتريكل وول والاتريا كول، بس الفنتريكل هو المضخة الأهم. الاتريوم على فكرة هو مخزن للدم، بيخزن أكبر كمية ممكنة من البلد، فبسميه فوليوم ريزيرفوار، أي مخزن لأكبر حجم من الدم هو الاتريوم. طب السؤال المهم، الأوامر جاية لي منين؟ لازم يبقى فيه منظم لضربات القلب. المنظم ده موجود جنب الوول اوف ذا رايت اتريوم. يعني لو جيت قلت لك فين المنظم؟ المنظم اهو، ده المنظم بتاعي، الدايرة الحمراء اللي باينه جنب الوول اوف ذا رايت اتريوم. طيب المنظم ده اللي انا احط عليه السهم ده بيقولوا عليه في الاناتومي هو شبه الجيب، يبقى اقول لك ايه؟ ساينو. ساينو معناها جيب، تمام. طب موجود في الاتريوم يبقى ساينو اتريال نود، ونود يعني خلايا عصبية،
عقدة عصبية ساينو اتريال نود، اللي اختصاره اول حرف من كل كلمة اس اي ان. الساينو اتريال نود هو الذي يبدأ الكهرباء، هو اللي هيبتدي الاكشن بوتنشال اللي هيتنقل جوه الهارت. بمعنى لو انا جيت رسمتها لك كرسمة سهلة، هرسم رسمتين للهارت، الرسمة دي كونتراكتايل، بص بقى رسمة تانية للهارت عشان اعرف ايه اللي بيحصل جوه القلب نفسه. البداية هو الاس اي ان اللي انا حاطط عليه السهم، الاس اي ان ده هو اللي هيدي الكهرباء الى عقدة تانية من الخلايا. العقدة دي لو جيت بصيت عليها بين الاتريوم فوق والفنتريكل تحت، دي بسميها اتريو فنتريكولار نود، اي بين الاتنين. فاقول لك في نود، دي العقدة التانية، ده السلك التاني اللي هينقل من خلاله الكهرباء. يبقى انا عندي ادي اول كوندكشن، توصيل من الاس نود للاي في نود. بصوا الخط الاسود اللي انا رسمه الحاجز ده اسمه سبتم، ده ما بين الرايت اتريوم والليفت اتريوم، وبرضو انا عندي حاجز مكمل هنا اهو بين الرايت فنتريكل والليفت فنتريكل. يجي بعد كده الكهرباء تمشي، بص في سلكين حزمتين باللون الاحمر اللي باينين على البورد الان، الحزمتين دول جايين من الاتريوم ونازلين على الفنتريكل. قالوا طيب تعالى نسمي الحزمتين دول اسم اي في باندل، الاي في باندل، او هسميها باندل اوف هيس على اسم الراجل الانجليزي اللي اكتشفها. عندي سلكين، السلك ده الحزمة دي فين؟ رايت، والسلك التاني ليفت، يبقى ده رايت باندل برانش وده ليفت باندل برانش. ده كلام جميل. طب وبعد كده الكهرباء تنزل فين؟ تنزل في الحتة دي. الجزء ده اسمه ايبكس. يعني ايه ايبكس؟ هعتبر الهارت كأنه مثلث مقلوب. بالنسبة لي اهو ده المثلث بتاعك، ده الهارت بتاعك، ده الايبكس، القمة تحت زي ما احنا شايفين دلوقتي، اهو دي القمة بتاعتي. طيب فين البيز؟ هتقول لي البيز اهو قاعدة المثلث اهو، اقول لك لا، هنعرف في الفيديوهات القادمة ان البيز هو جدار الليفت فنتركل، هو الوول اوف ذا ليفت فنتركل، هو ده البيز بالنسبة لنا. طيب دكتور عندنا سؤال، هو الاتنين باندل برانشز دول بيوصلوا الكهرباء للوول اوف ذا هارت عن طريق ايه؟ عن طريق شبكة من الفايبرز، والشبكة دي جواها سيلز. يعني بمعنى عايز توصل ليه؟ يعني لو جينا بصينا على اللون الأحمر ده البيز بتاعنا العادي، بص هينتهي بهذا المنظر، بص على اللون الأزرق أهي، دي الشجرة اللي سبلاي الوول سواء كان رايت او ليفت فنتركل. الشجرة اللي باينة باللون الازرق على البورد اتسمت على اسم العالم الانجليزي اللي اكتشفها
اسمها بير كينجي، هي دي الشجرة بتاعتي. يبقى إذن الكونتراكتايل الول اوف اتريوم وفنتركل ده اللي بينفذ وينقبض. طب هنا ده ايه؟ اس اي نود انيشيت يعني يبدأ، اي في نود وبعد كده اتنين باندل برانش رايت وليفت ثم بيركينجي. هسمي كل اللي موجود جوه الهارت من اسلاك للتوصيل بالديفيجن التاني جانكشنال او كوندكتيف كونكشن. خلي بالك ان كلمة جانكشنال معناها توصيل وكوندكشن توصيل برضو، الاتنين بنفس المعنى. النقطة اللي انا عايزك تكون عارفها ان عندنا two divisions contractile و junctional او conductive، ساعات الكتب تقول عليها اسم تالت، هي نفس المرادفات. junctional يساوي conductive يساوي non contractile، بمعنى الاس اي نود والاي في نود والوصلات دول مش هما اللي بينقبضوا، لا ده هما اللي بينقلوا الكهرباء للول. واحنا عارفين من فيديوهات السكيليتال ماسل من قبل ان البداية هي الاكسايتيشن، نقل الكهرباء والاستجابة اليها ثم كونتراكشن. وهنقول الكلام ده النهاردة، اكسايتيشن كونتراكشن كوبلينج. في نقطة مهمة لازم اقولك عليها، ان الاس اي نود ده ليه اسم مهم جدا، بيس ميكر، هو منظم ضربات القلب. على فكرة الكلمة دي ليها معنى، بيس كلمة لاتيني معناها سرعة، وميكر يعمل السرعة، انا اللي بسرع النقل. في الفيديوهات القادمة هقولك ليه الاس انود بقى هو منظم الضربات، ليه البداية في الطبيعي تبدأ من الاس انود. ده فيديو مقدمة بنتعرف على الكاردياك ماسل. طيب كده احنا اتكلمنا على اول عنوان عندنا functional division. العنوان التاني هنتكلم على functional structure. في الرسمة اللي باينة قدامنا هنلاقي ان ده cardiac muscle fiber باللون الازرق عمل branch فرع، وده cardiac muscle fiber تاني رسمه تحته بالاسود برضو عمل branch. الcardiac muscle fibers بتكون شبكة، الشبكة دي انا بسميها lattice form او lattice network، شبكة من الفايبرز. طيب ملاحظين ان الكاردياك ماسل فايبرز في النهايات اتصلوا ببعض، يعني دي ايه؟ ده نهاية الفايبر وادي فايبر تاني اهو، في الجزء ده حصل ما بيننا connection. حتى يقول لك end to end connection، الاتصال بين نهايات الكاردياك ماسل فايبر. هذا الاتصال عمل لي ممبرين او غشاء، الغشاء ما بين الاتنين دول اللي انا حاطط عليه السهم اللي هي الدايرة الحمراء هسميها انتر كاليتد ديسك. طبعا للوهلة الاولى تقول لي ديسك يعني اسطوانة، لا ده الديسك ده از اميمبرين ما بين التو ماسل فايبرز. طب يا دكتور عندنا سؤال، ليه ربنا حط ميمبرين ما بين الكاردياك ماسل فايبر وبعض؟ هقول لك لسببين. السبب الاولاني
الفنتريكل كفايبر في ماسل فايبرز. الفنتريكل ده دوره ايه؟ هتقول لي كونتراكتايل. طيب لازم الفايبرز تنقبض كوحده واحده، لازم نبقى قوه واحده، الفايبرز لازقين في بعض زي ايديا كده، ده فايبر وده فايبر كده، يبقى في ما بيننا اتحاد. عشان كده قالوا ان هذا الممبرين مهم قوي. اول فايده للانتركاليتد ديسك، ودي نقطه مهمه، انه بيعمل تايت جانكشن، الرابطه المحكمه ما بين نهايات المصل فايبر. الرابطه المحكمه دي ممبرين لازق في ممبرين، زي ما اجي اقول لك تخيل دي كاردياك ماسل فايبر، وهنا كاردياك ماسل فايبر اهي باللون الاحمر لازقين في بعض، كتف في كتف اهو، ده اللزقه دي اسمها ايه؟ تايت جانكشن. طيب ليه يبقوا لازقين في بعض خاصه في الفنتريكل؟ الاجابه عشان يحصل سيل كوهيجن. كلمة كوهيجن معناها التصاق، نلتصق ببعض علشان نبقى وحدة ميكانيكية واحدة. يبقى فايدة التايت جانكشن ايه؟ ميكانيكال يونيتي. كلمة يونيون اتحاد، بس بما ان احنا بنتكلم فيسيولوجي دلوقتي بلغة مهمة قوي، هقول كلمة جديدة النهاردة، سينسيتيوم اهي، سينسيتيوم. كلمة سينسيتيوم المقصود بيها شبكة او وحدة واحدة. يبقى كلمة شبكة النهاردة لاتس فورم معناها شبكة، سينسيتيوم شبكة. ما ينفعش فنتريكل في مجموعة فايبرز كونتراكت ومجموعة تانية لسه ما انقبضتش، لا، يا ننقبض كلنا مع بعض يا لا، هو كده قاعدة ثابتة. يبقى دي أول اتحاد. الانتركاليتد ديسك كممبرين، لما جينا سألنا دكاترة الهيستولوجي هو لازم الممبرين يبقى مكتمل غشاء كامل ما فيهوش فتحات؟ قالوا لنا لا، في شكل اخر للانتر كليت الديسك او الغشاء ده. قد يكون الشكل التاني بقى بتاعك في فتحات، هو مش قد، هو فعلا في فتحات بس في مكان تاني. يبقى دي تاني نقطة في الانتر كليت الديسك. فاكرين البركينجي فايبرز اللي انا لسه راسمها، اللي هي الشبكة اللي باللون الازرق، وقلت لك ان دي شجرة بتنقل الكهرباء من الاي في باندل للوول اوف ذا فنتريكل؟ هتقول لي ايوه، اهو الشبكة دي او الشجرة دي من الفايبرز هي عبارة عن سيلز. بص بقى معايا، ادي سيل ومفتوحة على سيل تانية. ايه يا دكتور اللي انت رسمته؟ الاولاني اللي من فوق اللي بالازرق ده بيركينجي سيل، ورقم اتنين اللي تحت ده برضو بيركينجي سيل. فانت عندك سيل فوق وعندك سيل تحت، عندك تو سيلز موجودين. طيب فين الممبرين اللي بيتصل بيهم؟ بص ادي الممبرين اهو يا دكتور، ده عكس ده، الممبرين ده عبارة عن تايت جانكشن، ممبرين كامل، هنا ممبرين فيه فتحات، يبقى ده برضو انتركاليتد ديسك ولكن في ثقوب، قالوا يبقى نسميه جاب جانكشن. الهيستولوجي بيقول لك اتصال السيلز ببعضها مختلف،
قد يكون تايت، قد يكون جاب. طب ليه ربنا عمل فتحات ما بين السل والتانية؟ هقول لك. البركنجي سل لما تبقى دي بولارايزد، انا عايز انقل الكهرباء منها للبركنجي سل التانية بسرعة ولا ببطء؟ تقول لي طبعا بسرعة، علشان ننشط الفنتريكل وول وكونتراكت بسرعة، احنا مستعجلين. الأورطة عايزة توزع الدم لكل التيشوس، عشان كده ربنا عمل كوبري ما بين البركنجي سيل والتانية، وما بين التانية والتالتة والتالتة والرابعة. بركنجي سيل غني في الجاب جانكشن، أهو الجاب جانكشنز دي خلت مقاومة مرور الكهرباء أقل. لا، إحنا ما بنقاومش الكهرباء، لازم الكهرباء تعدي، عشان كده يوصف لك الجاب جانكشن بوصف يقول لك لو إلكتريك ريزيستنس، ده مقاومة قليلة للكهرباء. It acts as a bridge. أيوة ده كوبري بينقل الكهرباء. يبقى إحنا شفنا الاختلاف في الانتركاليتد ديسك. عند البركنجي لازم يبقى فيه جاب جانكشن لسرعة نقل الكهرباء، وعند الوول اوف ذا فنتركل لازم يبقى فيه تايت جانكشن. التايت ساعدني في الميكانيكال سينسيتيوم. طب البركنجي سيل ساعدني في ايه؟ خلى الخلايا دي تشتغل كوحدة كهربية واحدة. يعني انا عندي وحدتين، وفي الحالة دي هسميها اسم إلكتريك سينسيتيوم. كده انا عندي شبكتين، شبكة ميكانيكية اسمها ميكانيكال سينسيتيوم، وشبكة كهربية إلكتريك سينسيتيوم. علشان كده هقول لك المعلومة المهمة: The heart act as functional سينسيتيوم، وحدة وظيفية واحدة كهربية أو ميكانيكية. وطبعا لو واحد سألك مين الوحدة اللي تشتغل الأول، تقول لي طبعا إلكتريك ثم ميكانيكال. احنا عرضنا ان الممبرين نوعين، ولكن الإلكتريك سينسيتيوم أولا ثم ميكانيكال سينسيتيوم ثانيا، والهارت وحدة وظيفية واحدة. طب أسأل السؤال المهم: هل الهارت بخلاياه وحدة اناتوميكال، يعني من الناحية التشريحية السيلز دي حاجة واحدة؟ تقول لي لا، لان احنا لو جينا بصينا في الاناتومي هنلاقي كل سيل منفصلة بذاتها. يعني ايه معنى منفصلة بذاتها؟ هقول لك بشكل بسيط قوي. دي كاردياك سيل اهو، السيل ده ليه ممبرين اللي انا عامله بالازرق، ده ممبرين، وادي سيل تانية اهي، وفي بينهما ممبرين. بص بقى معايا على اللي انا عايز اقوله، ده ممبرين اهو، ده كاردياك سيل وادي سيل تانية. طالما في ممبرين فاصل ما بين التو سيلز، يبقى انت مش وحدة تشريحية واحدة، عشان كده اقول لك على الهارت it is not anatomical syncytium، مش وحدة تشريحية واحدة. مين قال الكلام ده؟ احنا وحدة وظيفية. لو كنا anatomical syncytium ما كانش هيبقى فيه ممبرين. واقول لك حاجة تانية: وكل سل ليها سيتوبلازم خاص بيها اللي انا بنقطه دلوقتي.
ده السيتوبلازم. عشان كده الكتب تقول لك there is no protoplasmic continuity، يعني لا يوجد استمرارية للبروتوبلازم بين الخلايا. لا، كل سل ولها السيتوبلازم. تخيل لو ما كانش فيه الممبرين والسيتوبلازم بتاع السيلز داخل في بعض، كنا بقينا اناتوميكال سينسيتيوم. يبقى انا مش اناتوميكال لسببين: وجود الممبرين، وكمان نو بروتوبلازميك كونتينيوتي. طب يا دكتور، بعد ما عرفت الانتركاليتد ديسك وعرفت انواعه وعرفت ان انا عندي ثلاثة سينسيتيوم في الهارت، ميكانيكال والكتريك، والالكتريك الاول، وقلنا عشان كده الهارت is a functional syncytium، الكلام ده عرفناه، وقلنا انه مش anatomical syncytium. ايه المعلومات التانية اللي لازم اعرفها في structure of the cardiac muscle؟ لازم تعرف ان عضلة القلب دي فيها سترايشنز كتيرة، مخططة كتيرة، دي اول حاجة. وتعرف كمان ان فيها ميتوكوندريا كتير. طبعا ده مصنع الـ ATP، قلناه في المقدمة. الهارت بيعمل كونتراكشن لمدة اطول من السكيليتال ماسل. عضلة القلب عضلة مهمة جدا لحياتنا ومحتاجة انرجي، يبقى لازم المصنع يكون موجود وبوفرة. ده انا كمان اقول لك معلومة: الميوسين والاكتين والتروبوميوسين العزول بين الاتنين، والتروبونين بانواعه زي اللي شرحتهم في السكيليتال ماسل، موجودين برضو في الكاردياك ماسل. هما موجودين. ولما اجي اقول لك اكسايتيشن كونتراكشن كابلينج اوف كاردياك ماسل زي السكيليتال، مع اختلاف وحيد، في اختلاف واحد، يعني هو نفس الكلام بس برضو في اختلاف بين الكاردياك والسكيليتال ماسل. ايوه، في اختلافات بقى هنا مهمه جدا. اول اختلاف في التي توبيول. فاكر التي توبيول اللي شرحتها في السكيليتال وقلت لك هو الكوبري اللي ينقل الكهرباء من الساركولما او الماسل ميمبرين الى الماسل فايبرز في الاعماق؟ فلازم تعرف ان التي توبيول في الكاردياك ماسل مكانها يختلف عن السكيليتال. في السكيليتال السنه اللي فاتت قلت لك ايه؟ عند الاي اي جانكشن. الاي اي جانكشن اتصال الاي باند والاي باند. فاكر الاي باند الغامق اللي هو الميوسين، والاي باند الفاتح الاكتين. ده الكلام ده فين؟ ده في السكيليتال. طب الكاردياك ماسل التي توبيول موجوده فين؟ عند الزد لاين، ومش عند الاي اي جانكشن. يبقى ادي فرق ما بين الاثنين. اقول لك الفرق التاني: الساركوبلازميك ريتيكولم او اللونجيتيودينال توبيول في السكيليتال كانت well developed. يعني ايه well developed؟ لو نفتكر منظر الساركوبلازميك ريتيكولم اهو، وده السيسترنا بتاعتنا، ده الانتفاخات، وكل انتفاخ كان فيه كالسيوم اتشانلز. المعلومة المهمة ان الساركوبلازميك ريتيكولم في الكاردياك ماسل not well developed. يعني ايه مش فاهم قصدك؟ يعني تكوينها مش على اعلى ما يرام،
مش على احسن وجه، لا مش مخزن جيد للكالسيوم. السيسترنا او الانتفاخ مخزنة كالسيوم قليل. طالما مخزنة كالسيوم قليل يبقى لازم نجيب كالسيوم من الاكسترا سيليولار فلويد، لازم نجيبه من البلازما من بره. الهارت كونتراكشن طول الوقت، طبعا مش لدرجة طول الوقت بس مدة طويلة قوي. ده انا هقول لك معلومة تفاجئك دلوقتي، كل 8 من 10 ثانية بيبقى فيه حاجة اسمها كاردياك سايكل، بمعنى 3 من 10 ثانية منهم كونتراكشن ونص ثانية القلب بيملى. يعني كل 8 من 10 ثانية بتعدي عليك في حياتك الهارت بيعمل كونتراكشن. طب يبقى محتاج كالسيوم، ولكن المخزن ده قليل. اقول لك ستور قليل عندك، تخيل محل عليه طلب عالي قوي ولكن اللي عنده قليل، يبقى لازم يجيب من بره. المخزن ما فيهوش بضاعه كفايه، لازم استورد كالسيوم من الاكسترا سيليولار فلويد، وده اللي هنوضحه دلوقتي مع بعض. طيب يبقى اذا عرفنا الفانكشنال ستراكشر بتاعتنا كسينسيتيوم وكتيتوبيول وكساركوبلازميك والاختلافات وسترايشنز وميتوكوندريا. طيب النقطة المهمة الآن، العنوان الثالث وهو مهم قوي، قبل ما تتكلم يا دكتور على ميكانيكال وازاي بيحصل الكونتراكشن، لازم الاول تتكلم عن الاكشن بوتنشال، شكل الكهرباء في الهارت ايه. احنا اتكلمنا على شكل الكهرباء في النيرف السنة اللي فاتت، ريستنج واكشن بوتنشال، واتكلمنا على الاكشن بوتنشال اوف ذا سكيليتال ماسل. طب يا ترى هنا بقى شكل الكهرباء هيبقى ازاي؟ وده العنوان التالت، اكشن بوتنشال ان كاردياك ماسل. المعلومه المهمه اللي انت لازم تكون عارفها ان الاكشن بوتنشال له صورتين، يا اما تسجيل كهربه البيس ميكر، يا اما تسجيل الكهرباء بتاعت الاتريال وفنتريكولار وول. يعني كاني بقولك هسجل الكهرباء حسب الفانكشنال ديفيجن، النقطة الأولى اللي شرحتها، ده كونتراكتايل الكهرباء بتاعته ازاي، وده نون كونتراكتايل الكهرباء بتاعته ازاي. هنلاقي ان شكل الكهرباء هنا في البيس ميكر اهو، وشكل الكهرباء هنا بالمنظر ده. هتقول لي ايه ده يا دكتور، ايه الشكلين الغراب اللي انت عاملهم دلوقتي، شرحهم فين؟ البيس ميكر اكشن بوتنشال شرحته في فيديو في القناة في بلاي ليست الكاردياك، وسميته السلو ريسبونس، اسم الفيديو اوتو ريزميزيتي، تالت فيديو في البلاي ليست. اما هنا الاتريال والفنتريكولار وول عملت له فيديو خاص وسميته اكسايتابيليتي، اي قابلية الاستجابة للكهرباء اللي جاية من البيس ميكر، واسم الرسمة فاست ريسبونس لانه بيستجيب بسرعة للكهرباء اللي جاية من البيس ميكر. هتلاقوا الشرح بالتفاصيل، ده الفيديو التاني في البلاي ليست، وده الفيديو التالت
في البلاي ليست عندنا بالتفاصيل. طيب العنوان الرابع بالنسبة لنا هو له علاقة بالسكيليتال ماسل، اكسايتيشن كونتراكشن كابلينج. هنرجع نفتكر اللي قلناه السنة اللي فاتت في السكيليتال، وهقول لك الاختلافات ازاي. ده العنوان الرابع عندنا اكسايتيشن كونتراكشن كابلينج. تعال افكرك باللي احنا قلناه لما جينا رسمنا قبل كده في سنة اولى. قلت لك ده اللي هو الساركولما، والممر هو التي توبيول، ده التي توبيول بتاعنا ترانسفيرس توبيول. وقلت لك ان على السطح بتاعه انا عندي الدي اتش بي دايهايدرو بايريدين او ذهب ريسبتور، وقلنا ان ده فولتج جيتد. اول ما الاكشن بوتنشال بتوصل عند ذهب يتفتح الذهب الريسبتور ده فتح، وان التيتوبيول بتبقى متصله بعظمه اللي هي اللونجيتيودينال توبيول او ساركوبلازميك ريتيكولم. وقلنا ان ما بين الاتنين توبيول في حاجه اسمها فوت بروسيس، حاجه عامله زي باب خشب شبهه. الكهرباء اول ما توصل عند الفوت بروسيس الباب ده يفتح، فالكهرباء تعدي وتوصل عند السيسترنا اللي مخزنه الكالسيوم. ادي الكالسيوم اهو جوه السيسترنا. فاكرين كان بيمسك في ريسبتور اللي هو بالازرق موجود على السيسترنا، والريسبتور ده كان اسمه ريانودين ريسبتور. وقلنا ان الريانودين بيمسك في الكالسيوم كانه كيميكال سابستنس، وده مهم قوي، فيمسك فيه وبعد كده ينزل الكالسيوم بالنسبه لنا. تمام، ادي الكالسيوم اهو، الكالسيوم خرج حصل له ريليز. لغايه دلوقتي انت بتتكلم على سكيليتال ماسل. الكاردياك يفرق في ايه؟ قلنا ان الساركوبلازميك ريتيكولم نوت ويل ديفلوبد، مش مخزن جيد للكالسيوم، عشان كده لازم يدخل كالسيوم من الاكسترا سيلولار فلويد، لازم الكالسيوم يدخل من بره لجوه. الكالسيوم هيدخل، وده ما حصلش في شرح السكيليتال ماسل، ما كنتش محتاج كالسيوم من بره، لان الساركوبلازميك ريتيكولوم فيها كالسيوم كفايه، والكونتراكشن بتاعي مش بطول مده الكونتراكشن اوف ذا هارت. طيب الكالسيوم اللي جاي من بره هو اللي هيدخل في التيتوبيول، وهو اللي هيخرج الكالسيوم من السيسترني، عشان كده قالوا الكالسيوم الاكسترا سيليولار فلويد هو الاهم، ده مهم قوي. وسميناه اسم تريجر كالسيوم. يعني ايه كلمه تريجر؟ كانك بتدوس على الزناد، زناد البندقيه، لما بتدوس على الزناد بتخلي طلقه الرصاصه تجري في مجرى بتاعها ماسوره علشان تطلع بره البندقيه دي وتصيب الهدف. انا تريجر، انا المحفز اللي حفز خروج الكالسيوم، كالسيوم ريليز من السيسترنا، او نسميها في الكتب باسم تاني. التريجر ليها اسم تاني، induced calcium. يعني induce؟ منشط او
محفز. عشان كده اقولها لك على بعض: كالسيوم induced، كالسيوم ريليس. يعني تلاقي كل الكتب تقول لك الجمله دي، يقول لك سي اي induced اللي جاء من بره، اللي عمل ايه؟ اللي حرر الكالسيوم من الساركوبلازميك ريتيكولم. جم في المراجع قال لك طب ما الجمله دي تعالى نعملها باختصار، هيبقى كده الكالسيوم سي وانديوزد اي وكالسيوم تانية سي وريليز ار، يبقى سي اي سي ار، كالسيوم انديوزد كالسيوم ريليز. طب وبقيه الحكايه بالظبط زي السكيليتال ماسل. الكالسيوم هيلاقي ايه؟ تعال افكرك، ادي الاكتين بتاعتنا، كور الاكتين. الاكتين ده كان متغطي ببروتين عامل زي الضفيره، طالع نازل اللي هو الازرق. الضفيره دي اسمها تروبو مايو سين، والضفيره دي كانت مغطيه كفر الاكتف سايت اوف اكتين اللي انا برسمه باللون الاحمر، كانت منعاه انه يمسك في المايوسين. فاكرين المايوسين؟ اهو كان ليه تو هيدز وليه نك وليه تيل. المايوسين مش عارف يمسك في الاكتين، فيجي الكالسيوم يمسك في التروبونين سي، وده اللي ريموف التروبومايوسين. ادي الضفيره اتمسحت ما بقتش موجوده، فيبان الاكتف سايت اوف الاكتين قصاد المايوسين، ويحصل الكروس بريدج سايكلينج اللي قلناه في سنه اولى. ايه الكروس بريدج سايكلينج؟ كانوا اربع كلمات. الاولانيه بايندينج، قلت لك مش عايزه طاقه، مايوسين مسك في اكتين. الثانيه بيندينج، المايوسين يغير اتجاه الهيد عشان يمسك في الاكتين موليكيول، ودي محتاجه اي تي بي يكسره، وسميناها في سنه اولى الباور ستروك. والنقطه الثالثه لما تخلص الطاقة المايوسين يبعد عن الأكتين، سميتها ديتاتشمنت أو الانفصال. ابعد عشان تشحن، عشان تمسك في اي تي بي جديد. ورقم أربعة سميناها ري سايكلينج أو ري انرجايزنج، إعادة الدورة تاني من جديد، زي موبايل فصل شحن نشحنه عشان نقدر نستخدمه، نفس اللي اتقال بالظبط. طب يا دكتور ازاي الكاردياك ماسل هتقصر؟ نفس طريقة السكيليتال، بمعنى في السكيليتال كنت قلتلك ايه؟ عندنا اتنين زد لاين اللي انا رسمهم بالاحمر دول، الاتنين زد لاين، كل زد لاين ماسكة في اكتين يمين وشمال. يجي المايوسين كهد يعمل ايه؟ يشد الاكتين موليكيول للسنتر